لأن المطر إنما يتحمل السحب به، المطر ماء يحمله السحاب، فيأمر الله تعالى السحابة أن تسقط في هذا المكان فيسقط ماؤها. وأنتم تعلمون قصة الرجل الذي كان في من كان قبلنا، كان يسير في صحراء فسمع صوتا من فوق رأسه فنظر فإذا سحابة، وإذا الصوت يقول للسحابة اذهبي إلى أرض فلان فاسقيه. فتتبع الرجل السحابة حتى وصلت إلى مكان، هذا المكان به رجل يضرب بمسحاته فسقط ماؤها في هذه الأرض. فسأله من أنت وما اسمك؟ قال اسمي فلان، هو الاسم الذي سمعه في السحاب. قال وما قصتك؟ قال أزرع أرضي فإذا خرج ثمرها ثلثته أثلاثا، ثلث أجعله لله وثلث أجعله في الأرض وثلث أتقوت به. فانظر كيف أن هذا الرجل يأمر الله تعالى السحابة أن يجري في عرض الصحراء فلا تسقط منها قطرة كي يسقط الماء كله على أرض هذا الرجل. ولهذا أو بهذا المفهوم يمكن أن نفهم لماذا تتدهور الزراعة في أرض بلاد المسلمين. المسألة ليست مسائل مادية، يقولون بسبب قلة الطمي، يقولون بسبب شدة أنواع السماد الذي يحرق الجذور ويقضي على البذور، يقولون بسبب عدم وجود خطة إرشاد زراعي. كل هذه تبريرات مادية، ولكن لو أن الناس رجعوا إلى الله واهتدوا بهداه لأيسر الله تعالى لهم أمورهم، أو ليسر الله تعالى لهم أمورهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وذكر الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فتعليل الفشل بالأسباب المادية مسألة في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. لابد أن نرجع أسباب الفشل إلى الأسباب الحقيقية، وهي اهتزاز العلاقة بين أهل الإسلام وبين الله عز وجل. فلو أننا أقمنا ما أنزل إلينا من الله واتقينا الله ورجوناه وعملنا لليوم الآخر لوفقنا الله تعالى في كل أمورنا. فقوله تعالى والناشرات نشرا،